بيان إلى الرأي العام في الوقت الذي تنتصر إرادة الشعب على القوى الظلامية للشرق الأوسط، لا زالت هناك الأنظمة الاستبدادية في منطقتنا تقوم بانتهاكات على أرضنا وعرضنا وكرامتنا. السبب هو استسلامنا وانطواء رؤوسنا أمامهم. اليوم سوريا أصبحت مكاناً لتجمع الإرهاب العالمي، وهذا ليس إلا كعمل مدروس من قبل الاستعمار. بغية تقسيم وطننا وجرنا في النهاية إلى ترك أرضنا والهجرة إلى العالم الرأسمالي، بعيداً عن أخلاق الإنسان والسعي نحو الانحلال بشكل كامل. وإن الذي يحدث اليوم في عفرين والباب وجرابلس وإدلب ما هو إلا تقسيم الجسد السوري وتفتيت الشعب والفتنة بين مكونات الشعب السوري وتغيير ديمغرافية المنطقة، التي طالما يقول أردوغان إنه لديه 3.5 مليون سوري نازح ويجب عليهم العودة إلى عفرين، وهذا ليس إلا إمحاء وجود عفرين وتمجيد الأتاتورك في الجرائم الجماعية والذي حصل في أرمينيا وتركيا وسوريا، وأن القاتل الوحيد الذي هو مسؤول عن الجرائم في سوريا هو القاتل أردوغان. إن الذي يحصل اليوم وهو أيضاً امتداد لمشروع المؤامرة على القائد الشعب عبد الله أوجلان، كون الحرب هو بالأساس على فكره وفلسفته وروحه الذي أوصلنا نحن كسوريون إلى بر الأمان. وإن تحرير الرقة من مرتزقة داعش وباقي المحافظات السورية الأخرى ليس إلا من مكتسب فكر القائد عبد الله أوجلان، فنحن كشابات وشباب الرقة نقول مثلما فشل أردوغان في احتلال كوباني وإدلب وحلب وباقي المحافظات السورية، سوف يفشل في احتلال عفرين، وسوف تكون روحه وأفكاره تنير الشرق الأوسط ليس فقط للشعب الكردي بل